من منطلق إنساني ومبدأ التكافل الاجتماعي حبيت أشارككم التجربة البسيطة يعني قطع الشحن نواصل. المهم ما طول عليكم، بعطيكم البرامج اللي استخدمتها وقت اللي سافرت أنا هناك وشلون استفدت منها يعني بالترتيب بداية من الحجز إلى استخداماتها. وأي أحد ما بيسافر هذا أغلب اللي تبغى طبعا خلاص سكب من الحين وريح دماغك. وكامر طبيعي نبدأ بالحجز حجز السكن حجز التذاكر. نبدأ أول شيء ببوكينج. البوكينج غني عن التعريف طبعا، حجز الفنادق في أشياء غيره مواقع غيره لكن أنا شفت الأنساب لهذا وحجزت منه وبسعر كويس. أما بالنسبة لتذكرة الطيران أنا حجزتها من نفس موقع الشركة حق الطيران بيجاسوس، بس أنا شفتها أصلا في فلايون أو تجول والله نسيت. عموما هذا تجول ممتاز جدا بالنسبة للسكن والطيران، يطلع عروض جيدة لكن انا ما استخدمته في سفرتي ذي، ما استعنت في اخ. انزين نجي لهناك. هناك انا اول ما وصلت المطار كنت حاجز اوريدي من نفس موقع شركة الطيران، بعد سيارة تاخذني من المطار الى الفندق بسعر رخيص جدا. هذا ما اعتمدت فيها على برامج، انا كان كله عن طريق موقع شركة الطيران بحط بس. على كل حال اي واحد بيسافر تركيا واوروبا ذي اسعارها جدا رخيصه شركه الطيران كويسه يعني عادي بالنسبه لسعرها ممتاز. المهم وصلنا هناك، وش الاشياء اللي استخدمتها وش البرامج اللي استخدمتها؟ ننطلق مع اول شيء اوبر. اوبر بعد غني عن التعريف يعني حال كريم في التوصيل وكذا، هناك لا غنى عن لان التكاس حقين من نصابين مو بس على السعر بس هم نصابين. زين بالنسبة لوسيلة المواصلات الثانية كنت استخدمها هناك الباصات والمترو والترام، وايش استخدم في موفيت؟ ياخذ موفيت رهيب والله، فكني من مصايب واجد يعني، مع اني ضيعت فيه بس انه اوكي يعني ابو موسى ما قصر ما اعطاني رحمه الله عليه. زين موفيت ده شو يسوي؟ انا في مكان بروح لمكان ثم منطقة لمنطقة ثانية، احدد النقاط وهو يحدد لي خط السير اللي اسلك عشان اوصل للنقطة الثانية. هو يوفر لك خيارات انت تختار تبي ترام تبي مترو تبي الباص، ويحدد لك المحطات اللي انت تروحها وتمشي عليها. عشان احيان ممكن بعد تستخدم جميع الوسائل دي، تطلع من المحطة بالباص الى المترو، من المترو بعدين تنطلق وتنزل في محطة ترام والترام يوصلك الى المنطقة دي. عموما انه رهيب يعني خلاص انا ما افهم في المترو، ادري انه كل لغاتهم هذه العجيبة شلون خلاص هذا اطلع ذا البرنامج وامشي عليه ووصلني ورايح. انزين جينا على البرنامج، هنا كل برنامج الارهب منهم كلهم واهم شيء في ذي الرحلة اساسا سويت السنابات عشان اعرضها. جوجل ترابس ارهب شيء في الحياة يا اخي، يسوي لك كل شيء يعني يعطيك الزبدة من الاخر يعني وين تروح وش تسوي طول فترة رحلة. وانا استفدت منه عدل لان كنت كل حجوزاتي بالجيميل وربطت هذا بالجيميل وكذا، يعني اخذ حجوزاتي في البوكينج والطيران وطلع لي الرحلة. اول شيء ياخذ لك كم يوم عندك، انا عندي كان 6 ايام، سوى لي خطة حق 6 ايام كل يوم وين اروح وايش الاماكن اللي ازورها وتكون قريبة من بعض. مو بس كذا يعني لما ادخل على البرنامج اليومي حق اول يوم مثلا يطلع على الخريطة الاماكن اللي بروحها، اضف الى ذلك اوقات الدوام فيها من كم الى كم. ولا بعد يعطيك كم المدة اللي المفروض تقعد فيها في المكان اللي انت رايح تزوره، ذا معرض متحف قصر ساعة نص ساعة كم. بعد الا بتشيك يعطيك المطاعم اللي قريبة منك وش احسنها والتقييمات والريفيو جوجل. اهم من ذا كله بعد انه يشتغل بدون نت، ارهب شيء في الحياة لانك ما عندك نت طيب تسوي هذا الحال. وفي اشياء فوق الخطه بعد تقدر تزيدها مثل اسواق اماكن تبي تزورها حدائق كذا، انت تدخل تشوف هو يعطيك الانسب لك والاقرب. وحتى عندي حجز قديم وانا كنت في امريكا طلع لي الحين المدينه اللي كنت انا رايح فيها ذيك وايش الاماكن المفروض اروحها. المهم ان اي واحد بيسافر يستخدمه خلاص استخدمه راح تعرف ايش بالهذره كذا، ما انا كنت اسمع عنه. طيب بقى عندنا الحين المطاعم هناك غالبا ما استخدم برامج واجد يعني مطاعم واجد تدخل في مكان يعجبك وخلاص، بس في برنامجين دول بالاضافه الى جوجل تريبس بعد
اللي هو يالب وفور سكوير وين كذا يسموهم، حط لكم صور ما يشوف. ما استخدمت واجد صراحة، بس انه زينين يعني، يمكن حق بلدان ثانية تكون مناسبة، بس انا هناك ما خاصة يالب ذا كلش كنسل. يالب زين مثلا في اوروبا وامريكا، في اوروبا يقول زين، انا استخدمت في امريكا ممتاز، بس هناك في اسطنبول ابد. فور سكوير يمكن افضل وبس، تقريبا نسختها طولت عليكم، بس حبيت افيدكم مرة في الحياة يعني، مو مرة طولت.